تتواصل الانطلاقات، تتواصل الاندفاعات. هذا سن، سن الحجاج وسن المواهب وسن التحدي هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب، أحد فروع تحفة ميادين السباقات بالمرموم. على بركة الله نتحرك بالشوط الرابع في مجموع أشواطنا الصباحية لهذا اليوم. الشوط الرابع خصصا للجعدان الحجاج، والمسافة هي 3 كيلو مترات. على بركة الله أبدأ مع صدارة هذا الشوط، أبدأ مع مدلل على المركز الأول عيسى بن سعيد بن محمد بن سلطان العويسي، من يقدم لنا ماركة مدلل على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. ثاني المراكز هناك المقعودي من الجانب الآخر، يا سلام، من خلال الشعار، شعار المقعودي من خلال العالمي، نعم العالمي، العالمي محمد بن سيف الراشد المقعودي على المركز الثاني والمركز الثالث، أو تابع شاهين محمد بن عامر بن علي العمري على ثالث المراكز. ورابع المراكز هنا الزعيم عبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي على المركز الرابع والمركز الخامس، أو تابع هنا التدخل، وتابع التقدم من الجانب الآخر، وتابع هذا الاندفاع هناك الوطن محمد بن مطر بن سعيد بن مطر المهيري، من يقدم لنا الوطن على المركز الخامس والمركز السادس، وتابع التدخل ايضا من خلال هذا الشعار هنا الشهم عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الكتبي، قادم مع الشهم، قادم مع الشهم، هذا هو شعار بن ميرين. ولكن نتابع الاسماء ونتابع التقدم ونتابع التغيير في هذا المسار وفي هذا التحدي وفي هذا المنطلق الصباحي وبحث عن ناموس هذا الشوط. التدخل هناك من الجانب الآخر الديب محمد بن مبارك بن طماطم العفاري قادم مع الديب، ولكن ارصد لي هذا الليال، ارصد لي هذا هنا، ارصد لي يا مصورنا، ارصد لي يا مصورنا التقدم من شاهين عبد الله بن ضاحي بن عبد الله البعميم قادم، البعميم قادم، غير مع المسار، غير مع المسار، ولكن البداية، البداية والصدارة هناك شاهين على مقدمة هذا الشوط محمد بن عامر بن علي العمري على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. ثاني المراكز الديب على المركز الثاني محمد بن مبارك بن طماطم العفاري على المركز الثاني والمركز الثالث، بن ميرين هنا على المركز الثالث، يا سلام يا سلام، مع الشهم عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الاكتبي على المركز الثالث والمركز الرابع. هنا التقدم، هنا التواجد أيضا والتقدم من شاهين عبد الله بن ضاحي بن عبد الله ألبو عميم على رابع المراكز وخامس المراكز، وصل بالكوز مع شمعدان أحمد بن مطر بالكوز الفلاسي، وصل مع شمعدان على المركز الخامس وسادس المراكز. هناك العالمي محمد بن سيف بن راشد المقعودي، ولكن أعود مع البداية الكيلو الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين، الكيلو ما بعده إلا الناموس، ما بعده إلا التتويج بالمركز الأول وبطاقة تاهلية هذا الشوط. البداية، البداية وصدارة هذا الشوط، شاهين لا زال على مقدمة هذا الشوط هناك مع محمد بن عامر بن علي العمري، ولكن التغيير، ولكن التغيير، بدأ التغيير يا أخوان، بدأ التغيير يا سلام على المركز الأول، ولكن بن ميرين، بن ميرين قادم، بن ميرين قادم، ومن الجانب الآخر شمعدان، شمعدان غير، شمعدان غير، أحمد بن مطر بالكوز الفلاسي غير مع شمعدان، بيضيف النقطة الثانية مع الواصلة يا سلام، ولكن شمعدان على المركز الأول، شمعدان على صدارة هذا الشوط. ثاني مراكز شاهين محمد بن عامر بن علي العمري على المركز الثاني والمركز الثالث مع بن ميرين، وثالث المراكز مع العميمي على المركز الرابع. يا سلام يا سلام، اشتدت المعركة، اشتدت المعركة، ناموس هذا الشوط مع بالكوز، مع بالكوز، شمعدان، مركز شمعدان على المركز الأول، أحمد بن مطر بالكوز الفلاسي، من يقدم لنا شمعدان على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. يا سلام، النقطة الثانية تذهب مع شمعدان، تذهب مع شمعدان وبطاقة تاهلية هذا الشوط مع شمعدان، يا سلام، أحمد بن مطر بالكوز الفلاسي، ولكن بن ميرين، بن ميرين عاد، بن ميرين عاد بهجمة لا تنصد ولا ترد، ولكن بالكوز، بالكوز على البداية مع شمعدان، مع شمعدان، تهانينا وناموس أحمد بن مطر بالكوز الفلاسي والمركز الثاني الشهم عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين، والمركز الثالث
المركز الثالث العالمي محمد بن سيف بن راشد المقعودي، والمركز الرابع المركز الرابع شاهين عبد الله بن ضاحي بن عبد الله البعميم. هكذا الاسماء الاربعه الاولى في مسار التحدي ومسار الناموس. التوقيت الزمني 4 دقائق 51 ثانية هو التوقيت المصاحب لشمعدان تهانينا والناموس أحمد بن مطر بالكوس الفلاسي.